زعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي يحضر إلى تونس لحضور قمة تيكاد منتدى اليابان وأفريقيا للتنمية، منتدى احتضنته تونس الأسبوع الماضي. الرئيس التونسي استقبل إبراهيم غالي في المطار، على إثر ذلك المغرب يعلن مقاطعته للقمة ويستدعي سفيره في تونس للعودة للرباط للتشاور. أيضا تونس استدعت سفيرها من الرباط للتشاور. بيان من الخارجية المغربية ترد عليه الخارجية التونسية وتعقب عليه الخارجية المغربية. على كل، أسئلة كثيرة طرحت حول هذا التصعيد بين تونس والمغرب، هل هو دبلوماسي أم هو أعمق من ذلك وأبعد؟ كل ذلك نناقشه بعد قليل مع ضيفنا، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير. ضعفت تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا. بهذه الجملة عقبت الخارجية المغربية على قرارها بعدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي المنعقد بتونس، والتي انطلقت فعالياته يوم السبت 27 من أوت 2022، إضافة للاستدعاء الفوري لسفير المغرب بتونس للتشاور. يأتي هذا القرار على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة في 26 من أغسطس 2022 بالمطار الرئاسي لزعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي بمناسبة مشاركته في الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية الإفريقية. الخارجية التونسية وفي ردها على قرار المغرب استدعت سفيرها في الرباط للتشاور، كما عبرت عن استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مسبوق على الجمهورية التونسية ومغالطات بشأن مشاركة جبهة البوليزاريو في القمة، مؤكدة في البيان الذي أصدرته مساء السبت الماضي أن تونس حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء التزاما بشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع حسب تعبيرها، مشددة على التزام تونس بقرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي الذي تعد تونس أحد مؤسسيها كما ورد في البيان. أغلب المتابعين لهذا التطور في العلاقات بين تونس والمغرب لا يرون في المسألة مجرد حادث عرضي أو أزمة دبلوماسية عابرة، بل هي أزمة صامتة تتعمق منذ مدة، وخاصة في فترة رئاسة قيس سعيد، حيث زاد التقارب مع الجزائر الجارة الخصمة للمغرب والجارة الكبرى لتونس، والتي تربطها علاقات قوية مع تونس على المستوى الحكومي والشعبي، وهو تقارب لا تنظر إليه المغرب براحة حسب رأيهم، لأنه يأتي كاصطفاف إقليمي في محور مقابل لها يضم الجزائر وإيران وكلا الدولتين في قطيعة وخصومة مع المغرب. العلاقة بين تونس والمغرب تعرف اختبارا حرجا حسب عدد المحللين، وستكون لتداعيات مقاطعة المغرب لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي الذي احتضنته تونس نهاية الأسبوع الماضي تأثيرات واضحة في تعاطي كل من تونس والمغرب مع جملة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. إذن المغرب يقاطع القمة ويصدر بيان ويعبر عن استيائه، وأيضا يعني يصف حتى بعض السياسات التونسية بأنها يعني فيها إظهار لخلاف في وجهات النظر وأيضا مواقف اعتبرت عدائية. على كل ذلك سنناقشه، لماذا هذا الموقف العالي جدا والحاد من المغرب؟ معنا الدكتور محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قاضي عياد مراكش. دكتور محمد أهلا بك. مرحبا. إذن دكتور، دعني بداية وأنت الأكاديمي أنقل لك الرأي العام الأكاديمي في تونس. العديد من الأكاديميين في تونس استغربوا واستهجنوا هذه الخطوة المغربية واعتبروها بأن خارج السياق العلاقات البينية العريقة والعميقة والمتينة بين الدولتين، بين القيادتين وبين الشعبين. أنا أتابع بدوري توجهات الأكاديمية وعندي صداقات وحضرت ما من مرة، وخاصة أشغال الجمعية الدولية للقانون الدستوري في تونس، وأنا أقول بأن الخطوة المغربية لم تكن خارج السياق لسبب بسيط، ربما إذا كان الإخوة الأكاديميين يتابعون الأحداث والتطورات. فالخطاب الملكي حوالي أسبوع في بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت أكد على أن المنظار بالنسبة لعلاقات التعاون والشراكة
التي ستكون بين المملكة المغربية ونظرائها من الدول الأخرى هو الموقف الواضح وليس الضبابي، الموقف الواضح من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية والسير في اتجاه التوجهات الجديدة. بمعنى أنا أقول أن التصرف أو السلوك الرئاسي للرئاسة في تونس هو الذي لم يراعي هذا الإنذار الذي وجهته المملكة المغربية ولم تكن طيب تونس معنية بعينها. فصل فيها دكتور محمد غالي، يعني تفصل السلوك الرئاسي والإنذار، يعني هذه في حاجة لتفصيل. هل المغرب أصبحت ترسل إنذارات لدول الشرق؟ لا، الإنذار كان عاما، لم يكن لتونس أو لدولة أخرى. المملكة المغربية أكد العاهل المغربي، وهذا خطاب رسمي والذكرى هي كبيرة، ذكرى ثورة الملك والشعب، الخطاب لم يكن موجه إلى تونس، ولكن السلوك التونسي بتلك الطريقة، لأن كان بإمكان أن تكون أمور أخرى، ولكن استقبال إبراهيم غالي الذي لم يكن في السابق ويستطيع حتى في أوروبا في مجموعة من الحالات لا يستطيع أن يدخل بهويته. لاحظنا عندما ذهب للعلاج في إسبانيا دخل بهوية مزورة بن بطوط. نرى بأن تونس تستقبله استقبالا رئاسيا غير مسبوق واستقبال فريد، وبالتالي هذه الأمور هي التي أثارت الشكوك، وبالتالي أكدت بالملموس، أنا أقول أكدت بالملموس بأن تونس لم تعد شريكا محايدا في قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. والأكثر من ذلك أنا أقول بأن الاتحاد المغاربي أصبح من دون وسيط نزيه. في لحظة من اللحظات كنا نقول، وخاصة بالنظر إلى الوضع في ليبيا وكذلك ما كانت موريتانيا من الصراع لأنها تعتبر طرف لهذا الصراع هي والجزائر، كنا نقول بأن تونس تحتفظ بالحد على الأقل، أنا أقول على الأقل بالحد الأدنى الذي يساعد على أن تلعب دور الوساطة، ولكن أنا أقول طيب. اليوم تونس تصطف إلى جانب اتجاه آخر، واسمح لي فقط طيب. إشارة بسيطة طيب. الموقف التونسي أنه يأتي في سياق القوى الكبرى تعترف بالمبادرة المغربية بالحكم الذاتي كحل لإدارة وتدبير هذا الصراع، لا تعترف بالجمهورية الصحراوية، هي تعترف القوى الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إسبانيا، هولندا وغيرها من الدول الوازنة على مستوى مجلس الأمن، هي تعترف طيب. الآن تجاه الاعتراف بمبادرة. دعني أتفاعل معك. طيب، أشرت إلى الاستقبال الرئاسي في آخر الأمر، هذا بروتوكول، يعني وكأن مؤاخذة المغرب على بروتوكول قامت به الرئاسة التونسية ممثلا في استقبال الرئيس قيس سعيد لإبراهيم غالي في المطار. مع العودة لبيان الرئاسة التونسية، لم يشر البيان بأنه استقبل رئيس الجمهورية الصحراوية، قال في البيان وواضح وأكيد اطلعت عليه استقبل إبراهيم غالي. هذه من ناحية. ناحية ثانية، بيان الخارجية التونسية أكدت وكان مفصلا بأن إبراهيم غالي من وجه له دعوة هو الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، يعني تونس هي دولة محتضنة ومنظمة لهذا المنتدى، والاتحاد الإفريقي هو من يشرف عليه إضافة لليابان. يعني لماذا لم توجه نفس الحدية في التعاطي مع الاتحاد الإفريقي مع الدول المشاركة ومع اليابان؟ لماذا تونس؟ لماذا استباحة تونس؟ يا سيدي لا أريد أن أدخل، نفترض بأن الاتحاد الإفريقي هو من وجه الدعوة وهناك كواليس لم توضح بحث، وأكيد أن رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس السنغالي هو قدم خطاب لوم للرئاسة في تونس، وكذلك حتى البيان الياباني قال بأن اليابان هكذا بالواضح، هل هناك لغة أكثر وضوحا من هذه؟ قال بأن اليابان تتعامل مع الدول التي تربط الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، اليابان لا تربطها بجبهة البوليزاريو أي علاقات دبلوماسية. إذن أنا أقول بأن تونس ربما يمكن هذه فرضية ربما أوقع بها، ولكن أنا أؤكد لك مرة أخرى بأن الطريقة التي استقبل بها إبراهيم غالي
طريقة تتجاوز كل الحدود، وطريقة بطبيعة الحال تتجاوز كل الاستقبال الدبلوماسي العادي، استقبال إبراهيم غالي. أنا أقول لك فضل. بأن بلاغ أو بيان وزارة الخارجية الذي رد على بلاغ وزارة الخارجية المغربية، أنا أقول بأنه يتضمن لغة التصعيد ولم يتضمن. كيف ذلك يعني؟ البيان قال تونس تحافظ، بيان الخارجية التونسية، بيان الخارجية التونسية قال تونس تحافظ على الحياد والالتزام بقرارات الأممية والاتحاد الأفريقي. اسمح لي الأخ محمد، شوف فضل. فضل نحن بتوب. نتأسف، نحن نتأسف بشدة لما وقع. أنا قلت لك الآن عزاؤنا بالنسبة للاتحاد المغاربي الذي لم يعد له وسيط، كنا نقول بأن تونس يمكن أن تلعب هذا الدور ولو أنه دور معقد وصعب بالنظر لمجموعة من الاعتبارات، ولكن أنا أقول لك بأن الرئاسة التونسية لم تكن ذكية في تصريف هذه المسألة أوقع بها. لا أدري ربما هل هناك بعض الحيثيات ستظهر فيما بعد، لأن حتى الآن هناك طرح يقول بأن نفس الطائرة التي نقلت البعثة البوروندية هي التي نقلت إبراهيم غالي والمرافقين له، بالتالي لا زالت هناك بعض التفاصيل. ولكن أنا الذي أؤكد عليه، لا أريد أن أدخل في بعض من تفاصيل الشيطان، أنا أقول لك الطريقة التي استقبل بها إبراهيم غالي كانت فيها مغالاة كبيرة، وهي التي جعلت الموقف المغربي يكون بتلك الحرارة. أنا أقول يكون البلاغ التونسي، رد الفعل التونسي، أنا أقول بأنه كان أعنف. وأقول لك بأن اقرأ جيدا، أنا قمت بتحليل مضمون، قلت لك أقلت قمت بتحليل مضمون البلاغ الأول والبلاغ الثاني. البلاغ الثاني كان أعنف، كان بإمكان الرئاسة التونسية أن تطرح أمور أخرى ليس بنفس لغة التصعيد وبأن تونس مستهدفة وهذه سابقة وكذا وكذا وكذا. أنا أقول وحتى أنا هذه المسألة في هذا السياق قلت بأن بعض التفاصيل ستظهر فيما بعد، لأن المملكة المغربية لها سيادتها ولها كذلك أمنها القومي التي. طيب دكتور، دكتور في نفس السياق، في نفس السياق السيادة، في نفس السياق السيادة وسيادية القرار، تونس تقول استقبال يعني هذا البروتوكول، يعني دعنا نذهب للأمور بشكل مباشر، يعني أنت رأيت بين استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد وذهابه للمطار واستقبال إبراهيم غالي فيه حفاوة وتبجيل وإعلام قيمة الرجل الذي هو في المغرب شخص خارج عن القانون، نقول بوضوح. في نفس السياق تونس تقول هذا قرار سيادي، الرئيس سعيد يستقبل من يريد ومن يشاء كيف ما يشاء وبالطريقة التي يريدها، المغرب دولة شقيقة. أنا أذكرك يعني استغرب التونسي والشارع التونسي، يعني هذا ممكن سلوك يأتي من دولة غير المغرب، أكبر من أكبر شوارع تونس العاصمة شارع محمد الخامس، حتى تفهم ماذا تعني المغرب لتونس. هذه سابقة عندما تقول الرئاسة التونسية، هذه سابقة دكتور محمد، يعني المغرب علت السقف عاليا جدا وشككت في صدق تونس ونجعت الشراكة معها حسب خطاب الملك والشعب، وكذلك الذهاب في التدخل وفرض اشتراطات على تونس، يعني هذا غير مقبول. المملكة المغربية دوما كانت تحترم السيادة التونسية طبعاً. وكلنا يتذكر في الوقت الذي كانت الجزائر منشغلة بمشاكلها وهمومها الداخلية ولم تكترث إلى تونس، المملكة المغربية في شخص الملك محمد السادس في 2014 توجهت في عز أزمة الإرهاب، توجه إلى تونس وأعلن تضامنه وتجول في زيارة تاريخية. طيب كل تونس تتذكر، أنا أردت أن أذكرك نعم. بذلك هذه زيارة تاريخية يعني. لا أنا أقول لك مسألة واضحة، أنا قلت لك بعد خطاب الملك بمناسبة 20 أغسطس نعم. أكد على أن المنظار في العلاقات هو احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية، استقبال زعيم انفصالي، استقبال من
يرفع السلاح ويهاجم المملكة المغربية. أنتم إذا كنتم تطلعون على بلاغات وبيانات ميليشيا البوليزاريو، هي كل يوم تتحدث عن عمليات بطولية. عمليات بطولية ضد من؟ أنت تستقبل شخص يهدد المنطقة، وتستقبل شخص هو زعيم حركة الأمور تسير في اتجاه تصنيفها حركة إرهابية. التقارير أكدت بالملموس بأن جبهة البوليزاريو لها علاقة مع تجار المخدرات والسلاح والبشر وغير ذلك. أنا أقول بأن الرئاسة التونسية كان عليها أن تأخذ الحيطة والحذر في هذا السياق الذي سجلت فيه المملكة. إذا كنت تقول بأنك محايدة، نعم، وتتخذ هذا الموقف باستقبال زعيم انفصالي في الوقت الذي اعترفت فيه مجموعة من الدول الأوروبية بحجية مبادرة الحكم الذاتي، إذن أنت تقول ماذا؟ أنت تقول لهذه الدول بأنكم أخطأتم الطريق أو أنكم أخطأتم القرار. أنا أقول بأن تونس بقرارها هذا هو تقدير الموقف المغربي. تقدير الموقف المغربي كان هذا، بهذه الخطوة وبهذا الاستقبال وبهذه الطريقة. واليابان، كيف نفسر الموقف الياباني؟ اليابان هي تنكرت وقالت أنا لم أستدعي، أنا أعقد هذه القمة مع المعني بها القمة الاقتصادية، المعني بها هي الدول التي تربطني بها علاقات دبلوماسية. جبهة البوليزاريو لا تربطها باليابان علاقات دبلوماسية. لو كانت اليابان تعترف بجبهة البوليزاريو كنا نقول بأن الموقف التونسي هو في وضع لا يحسد عليه، وبالتالي ما كان للرئيس إلا أن يقوم في إطار ما سماه هو تكافؤ. هو يقول تكافؤ الفرص استقبال الضيوف. ولماذا لم تستقبل رؤساء آخرين؟ لاحظ مالي، لماذا لم تبعث رئيس الحكومة أو وزير آخر ليستقبل إبراهيم؟ طيب هذه إشارة مهمة دكتور، هذه إشارة مهمة دكتور. الذي طرح أنا كان أنا اسمح لي، فضل. عادة الصحفي هو الذي يسأل، اسمح لي الأخ محمد أسأل. تفضل. في باب التفاعل يعني. ألم تكن هناك طريقة أخرى لكي تقوم تونس بواجبها في تنظيم هذه التظاهرة أو هذا المنتدى الإفريقي الياباني مع حفاظها على ماء وجهها؟ طيب أنا طرق عديدة. لا هو دكتور أنا أحيلك في نفس المستوى. طيب دكتور أنا أحيلك إلى يعني مواقف بعض الأطراف، يعني الشخصيات التونسية وزعماء أحزاب معارضة كان لها مواقف شخصية يعني خاصة بها، يعني غازي سواسي أمين عام التيار الديمقراطي في تونس يعني استاء جدا وعبر بأن هذا خطيئة ارتكبتها الرئاسة التونسية. على كل هذا موقف في تونس، يعني ليس كل الموقف في اتجاه أنه داعم لما قام به الرئيس قيس سعيد. وأنا دعني يعني أذهب أيضا بشكل مباشر دكتور إلى مسألة أشرت إليها أنت في بداية حديثك، أن تونس لم تعد وسيطا محايدا رغم تعقيدات الملف. يعني في العودة إلى البيانات التونسية إن كانت الخارجية أو أيضا بلاغات الرئاسة التونسية، لم تذكر مثلا الصحراء الغربية، قالت ملف أو قضية الصحراء، لم تقل الصحراء الغربية، هذا على الأقل يعدنا إلى سردية معينة في إطار الحيادية. كذلك لم تصف أو لم تعطي صفة لإبراهيم غالي. ولكن من حديثك فهمت دكتور بأن تونس الآن اصطفت مع المقاربة الجزائرية، لا أقول مع الجزائر ولكن مع المقاربة الجزائرية. وهنا دعني لا أقول تونس، أنا دعني استعمل المصطلح الذي استعملته أنت، الرئاسة التونسية. أنت أردت أن تفصل الرئاسة التونسية شيء، تونس الدولة شيء آخر. فقلت كذلك سلوك الرئاسي. طيب سلوك الرئاسة، يعني الرئاسة والرئيس. ما يجمع الدولة المغربية بالدولة التونسية أكبر مما يمكن أن يفرق بينهما في لحظة. طيب. ربما لها متغيراتها ولا حيثياتها. هل هنا تقصد بأن الرئيس قيس سعيد بشخصه وبصفته تبنى المقاربة الجزائرية؟ الرئيس سعيد لم يكن موفق. هكذا. لا هو نعم. خطأ في تقدير موقف أم أنت قلت ممكن تونس أوقع بها يعني؟ هو أم هناك خضوع لضغط ما؟
الأخ محمد، تفضل. الرئيس قيس سعيد عنده مشاكل داخلية، عنده مشكل توافق، يعيش حالة نفسية هو غير مرتاح، وبالتالي فتصرفه لم يكن تصرف العقلاء. لو فكر قليلا السيد الرئيس لا جعل نفسه في وضع، أنا أقول لك سيستفيد إن كان استحضر المنطق البراغماتي، لو بقي في حياده كان سيستفيد بشكل كبير، ولكن الاصطفاف بهذه الطريقة إلى المقاربة الجزائرية كما قلت ربما للاستفادة من بعض المنافع أو من بعض الأمور، طيب. أعتقد أن هذا يمكن أن يحصل في المدى القصير جدا، ولكن أنا أقول بأن الرئيس سيفقد تونس على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد أشياء كثيرة يصعب تداركها، طيب. إن جاء رئيس دكتور آخر. دكتور محمد، أختم معك في دقيقتين لو سمحت، نذهب للمستقبل نستشرف كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة، وهل هي أزمة عابرة فقط في آخر الأمر كما ذكرت، والجميع يعرف ما بين تونس والمغرب أكبر بكثير من استقبال في مطار أو استقبال لشخصية، أكبر بكثير. أنا أقول أن الملك محمد السادس ألقى خطابا وحدد فيه خطوطا، لا أقول خطوط حمراء، حدد فيه أمور تتعلق بالأمن القومي المغربي، ومسألة الصحراء هي من صميم الأمن القومي المغربي. لماذا؟ لأنها مرتبطة بدوام واستمرار الدولة المغربية. يونس لتتدارك يجب أن كما يحترم المغرب استمرار ودوام الدولة التونسية، والدليل على ذلك أن تجهيز مستشفى وإرسال معدات طبية لمجابهة جائحة كورونا في الوقت الذي كان العالم كل واحد منشغل مع ذاته، المملكة المغربية كانت تحمل هم تونس. لماذا؟ لأنها تعرف أن هذا الوباء قاتل، وكان يهمها أمن ودوام واستمرار الدولة التونسية، وبالتالي المطلوب هو أن تتعامل الرئاسة التونسية بنفس المنطق الذي تعاملت به الرئاسة المغربية في شخص جلالة الملك محمد السادس، الذي قام بكل شيء من أجل احترام دوام واستمرار الدولة التونسية. وأنا أقول بأن كل شيء يمكن تصحيحه ويمكن تقويمه إذا ما غلبنا المنطق الصحيح وترفعنا عن بعض الأمور اللحظية التي لا تخدم المصالح الاستراتيجية للشعبين. وهذه كلمة مفتاحية وردت في البلاغ المغربي الذي أكد بأنه رغم كل ذلك بأن المملكة المغربية حريصة على أن تحافظ على علاقات طيب الشعب والتعاون دكتور مع الشعب التونسي. دعني أتوقف معك في هذا الحرص على بقاء هذه العلاقات في سياقها ومناخها الطبيعي بين دولتين شقيقتين. أشكرك دكتور محمد غالي، أستاذ علوم سياسية بجامعة القاضي عياض، كنت معنا عبر سكايب.